مرحبا. ثلاثة من أفضل عطور النيش بالعالم: بلو هوب زيرشوف، عطر خشبي زهري مسكي للرجال والنساء، أصدر عام 2014، المقدم البرغموت واليوسفي، القلب الزعفران، أخشاب الأرز والياسمين، القاعدة الفانيليا، القندس والمسك. سعر العطر للمئة ميلي 400 أورو. بيجازوس برفيوم دي مارلي، عطر شرقي بوغير للرجال، إصداره عام 2011، المقدمة البرغموت والهيلتروب والكمون والقلب الياسمين، اللوز المر والخزامة، القاعدة العنبر، الفانيليا وخشب الصندل. السعر للمئة وخمسة وعشرون ميلي 152 أورو. انترلود مان أمواج، عطر شرقي خشبي للرجال، تم إصداره عام 2012، العطر مقدمته البرغموت، الزعتر، الفلفل والقلب البخور، العنبر وعدان والجوشير والقاعدة، الجلد الباتشولي، العود وخشب الصندل. سعر العطر للمئة ميلي 216 أورو. واعطونا ثلاث عطور من العطور المفضلة لديكم من عطور النيش التي ترونها أفضل العطور في العالم. محبتي وإلى اللقاء.